السلام عليكم، تحياتي الأصدقاء. اليوم غادي نناقش معكم توصيف ديال المجالات ديال اختبار مادة الفلسفة لمباراة التعليم سنة 2022. هاد السنة هذه كاين واحد التوصيف اللي صدرت الوزارة هذه واحد في واحد الامتحان ديال تخصص ديال مادة الفلسفة، غادي يكون فيه 4 ساعات واللي المعامي ديالو 10 داخل الامتحان. مواصفات الاختبار انها غتكون أسئلة مغلقة من صنف أسئلة الاختيار من متعدد QCM. تنعرفوا جميعا بان الاسئله بصيغه QCM تتكون فيها اسئله اختياريه، ان الطالب تعطلو واحد السؤال وتختار من واحد 4 أو 5 الاجابه الصحيحه او الاجابه الغير صحيحه او الاجابه المنطقيه او اقرب للعقلانيه. المهم تتكون صياغه الامتحان بهذه الطريقه. طبعا هذا التوصيف هذا كان فيه واحد المجموعه ديال التقسيمات. هذا التوصيف هذا كانت فيه ثلاثه المجالات كبرى: مقومات التفكير الفلسفي والياته اللي غيكون المعامل ديالو 20%، ثم تاريخ الفلسفة ومباحثها اللي غادي يكون المعامل ديالو 70%، وكذلك دعامات التطبيقات اللي غتكون المعامل ديالها 10. إذن في المجموع ديال التوصيف غادي يكون عندنا 100%. هاد الفيديو غنحاول نقدم فيه مجموعة من الأبعاد الأساسية لحساب كل مجال فرعي من المجالات الفرعية وكيفاش يمكننا نشتغلوا فيها. نبدأ بداية بمقومات التفكير الفلسفي وآلياته. المجال الفرعي الأول فيها هو محددات التفكير الفلسفي. هاد محددات التفكير الفلسفي اللي هو مجال الفرعي الاول فيه مجموعه من اول حاجه مقومات التفكير الفلسفي والياته. نعرف جميعا بان التفكير الفلسفي يشتغل بمجموعه من القضايا وبمجموعه من المنطلقات. اول حاجه ان التفكير الفلسفي جاء على انقاض التفكير الاسطوري، لذلك فانه يحتوي على مجموعه من الاليات ومجموعه من المحددات. التفكير الفلسفي هو تفكير عقلاني منطقي يعتمد على النقد ويحتوي على مجموعة من الآليات، منها التساؤل، الدهشة. دائما في الفلسفة ليس هناك حقيقة، إنما هناك السعي مستمر للبحث عن الحقيقة. هذه كلها مقومات من مقومات التفكير الفلسفي، أنه يفكر بطريقة منهجية، أن الفلسفة فيها مجموعة من المناهج مختلفة ومتنوعة: المنهج العقلاني، المنهج التجريبي، المنهج الاستقرائي، المنهج الاستنباطي. إذن هذه الأمور كاملة وغيرها، إضافة إلى الشك الذي يعتبر ديكارت من المؤسسين ديال الشك المنهجي الذي من خلاله بنيت كل الفلسفة الحديثة، إضافة إلى المنهج العلمي الحديث. المجال الفرعي الثاني هو مفاهيم ونصوص. إذن الاختبار اللي قد يتحطه فيه الطلبة وهو أن يكون هناك مجموعة من النصوص الفلسفية، خصهم يعطيو مقاربات حولها، طريقة العمل ديالها وكيف كتبها هؤلاء الفلاسفة. أو ممكن تحط نصوص وخص الطلبة يختاروا بين مجموعة ديال الاختيارات، مثلا هذا النص هذا شمن حقبة تنتمي، شكون الكاتب ديالو، طبيعة هذا النص، واش هو نص إشكالي، واش نص نقدي، واش نص تساؤلي. يعني ممكن تنفترض أن الاختبارات تكون على هذا الشكل. ثم عندنا مقوم آخر وهو الكتابة الفلسفية. يقدر هنا يتحطوا مجموعة ديال الوضعيات للطلبة على أهم خصائص الكتابة الفلسفية باعتبارها كتابة ذات بعد إشكالي تساؤلي تتقوم على المفاهيم، باعتبار أن كل فيلسوف عنده حق المفاهيمي مختلف عن الفلاسفة الآخرين. مثلا عندما نقرأ نصوص ديكارت نجد أن الحق المفاهيمي ديال ديكارت نجد مجموعة من المفاهيم مختلفة عن الحق المفاهيمي ديال كانت وغيرهم من الفلاسفة. إذن هنا يقدر تحطنا على الجانب، إضافة إلى أن الفلسفة كتابة ديالها تقوم على الأسلوب الحجاجي، أي أن الفيلسوف يدافع عن أفكاره من خلال منطلقات فكرية منطقية وحجاجية وبعض الأحيان برهانية. إذن من هنا نقدر نقول بأن الكتابة الفلسفية تتميز بثلاثة ديال الأبعاد الأساسية من خلال ذلك الشيء اللي كاين في المقرر ديال الثانوي. إن شئنا القول أنها كتابة ذات بعد إشكالي، إضافة إلى أنها تقوم على البعد المفاهيمي conceptualization، وكذلك البعد الحجاجي، أي أن كل نص فلسفي أو كل كتابة فلسفية تحتاج إلى مجموعة من الحجج والبراهين من أجل إقناع المخاطب بالكلام والقول الذي نقوله. ثم عندنا المجال الفرعي الثاني وهو الفلسفة وآلياتها. طبعا هنا تنتكلموا على الآليات ديال التفكير الفلسفي. أهم آلية من آليات التفكير الفلسفي هي المنطق، ونعرف بأن أرسطو هو أول من كتب في مجال المنطق من خلال ما يسمى منطق المحمولات. وهنا غيتكلم على مجال ديال آليات الاستدلال، يعني آليات الاستدلال المنطقي، كيفاش نبني واحد القضية انطلاق من مقدمتين إحداهما صغرى والأخرى كبرى من أجل الوصول إلى نتيجة،
وغيرها من الآليات الأخرى ديال الاستدلال المنطقي. يعني يقرأوا الطلبة شي شوية على منطق المحمولات، لا سواء عند الفلاسفة المسلمين ولا عند اليونان. ثم عندنا منطق القضايا، هو منطق رياضي قريب إلى المنطق الرياضي بالنسبة للطلبة اللي قرأوا الفلسفة غادي يعرفوا أكثر. تنظن غير كزوش عليها بزاف بقدر ما غير كزو على نظريات الحجاج، لأن أغلب النصوص الفلسفية هي نصوص حجاجية بالدرجة الأولى وليست نصوص برهانية. فهنا غنهضروا على نظريات حجاجية ابتداء من الفلسفة اليونانية وكتاب الخطابة لأرسطو، مرورا بالحجاج في الفلسفة الإسلامية وفي الفلسفة في العصور الوسطى، إلى أن نصل إلى الحجاج في الفلسفة المعاصرة مع بيرلمان وغيرهم من نظريات الحجاجية، لتقول بأن كل خطاب فهو في حد ذاته يحمل حججا مختلفة. والحجاج هناك أشكال مختلفة من الحجاج تعتمد على إيتوس وعلى الباتوس وعلى اللوغوس كما يقول أرسطو. وكذلك هناك نظريات حجاجية معاصرة مختلفة، هناك من تعتمد على الجانب القضائي وعلى الجانب التداولي واللساني. يعني هنا خص الطلبة يقرأوا شوية على النظريات الحجاجية وخصوصا النظريات المعاصرة. إلى هنا نكون قد انهينا مقومة التفكير الفلسفي وآليته، وغندخلوا للمقوم الثاني وهو تاريخ الفلسفة ومباحثها، اللي دارين هنايا في التوصيف ان عليه 70%. فهنا غادي يكون التركيز بزاف على تاريخ الفلسفة في ثلاثة ديال المجالات الفرعية. المجال الفرعي الثالث ديال هو مسار تاريخ الفكر الفلسفي. هنا غنتكلموا على اهم المحطات اللي عرفتها تاريخ الفلسفة، وهنا ادعوكم الى قراءة كتاب صغير موجز اللي هو ما الفلسفة ديال سليم دولة، وتحاول يعطينا كل حقبة تاريخية ابتداء من الفلسفة اليونانية ثم الفلسفة في العصور الوسطى إلى الفلسفة الحديثة ثم المعاصرة. وكذلك تتكلم على شنو هو الإبستيمي، أي شنو هو أي ما هي الإشكالات الكبرى التي كانت تشغل الفلسفة في كل مرحلة تاريخية من هذه المراحل هذه. مثلا سؤال الفلسفة في المرحلة اليونانية كان يرتبط مثلا بسؤال ما الطبيعة وما أصل الكون مع الفلاسفة الطبيعيين، ثم انتقلنا إلى سؤال ما الإنسان مع سقراط. لكن عندما نتكلم مثلا عن الفلسفة الحديثة نجد أن سؤال المنهج الذي يقودنا إلى الوصول إلى الحقيقة أو ما هي المعرفة الملائمة للوصول إلى الحقيقة كانت هي أهم القضايا التي تشغل الفلاسفة. إذن يكون عندنا واحد الجرد سريع لكل محطة من محطات تاريخ الفلسفة، أهم الفلاسفة اللي كانوا في كل حقبة تاريخية. ثم عندنا المجال الفرعي الرابع اللي هو مباحث فلسفية. هنا كما يعلم الجميع أن تاريخ الفلسفة في ثلاثة ديال المباحث كبرى، مباحث الوجود اللي هو الأنطولوجي اللي تدخل فيه الميتافيزيقا، وكذلك عندنا مباحث المعرفة اللي هو الإبستيمولوجي من بعد اللي غتسمى فلسفة العلوم، وعندنا الأكسيولوجيا تدخل فيها ما يسمى مباحث القيم، واللي من بعد غتطور منها فلسفة السياسية وغتطور منها كذلك فلسفة الدين وفلسفة الجماليات. هذه كلها دخلت المجال ديال الأكسيولوجيا. فلسفة اللغة هي تدور بين البعد الميتافيزيقي الوجودي، الفلسفة الوجودية، وبين الإبستيمولوجيا لأنها من التطورات اللي وقعت في الفلسفة المعاصرة اللي كان من رواد ديالها الفلسفة الوضعية، حتى دارت واحد تصور حول فلسفة اللغة، وكذلك فيتغنشتاين إضافة إلى وايتد وغيرهم من الفلاسفة الذين ركزوا على تحليل اللغة وأنه يجب أن نعيد الاعتبار للمنطق في بناء الكتاب الفلسفية، وأن نخرج الفلسفة من القضايا الميتافيزيقية التي ضربت في جذورها منذ الفلسفة اليونانية. إذن عموما الطلبة يحاولوا يبحثوا بشكل موجز على أهم التصورات في كل فلسفة بالنسبة للمباحث الكبرى، لا المباحث الوجود ولا المباحث المعرفة ولا المباحث ديال الأكسيولوجيا، لأنهم متداخلين مع بعضهم البعض، وترتبطوا كذلك بتاريخ الفلسفة. ثم بعد ذلك يوجد المجال الفرعي الخامس وهو العلوم الإنسانية. طبعا هنا سيكون هذا المجال منفتحا على الطلبة ديال علم النفس وعلم الاجتماع وكذلك الطلبة ديال الفلسفة، ولكن سيكون ناس ديال علم النفس وعلم الاجتماع أكثر إلماما بقضايا علم النفس. ونعرف بأن علم النفس فيه مجموعة من التخصصات ومجموعة من المدارس، وكذلك اهتم بدراسة الحالات المرضية والأشهر نظريات التي نعرفها جميعا، نظرية التحليل النفسي السلوكية المعرفية، ثم بعدها جاءت نظريات معاصرة مثل مدرسة القوة الثالثة في أمريكا. يعني عموما الطلبة يركزوا على سيغموند فرويد لأنه كاين التحليل النفسي في المراجع، ويركزوا كذلك على بعض النظريات المعرفية بحال البنائية ديال جون بياجي وغيرها من النظريات الأخرى اللي هي كبرى ومهمة حتى في مجال التعليم.
ثم عندنا المجال الثاني وهو علم الاجتماع، وهذا الامر يتقاطع مع الدروس اللي عندنا في البكالوريا ديال العلميه في العلوم الانسانيه. يعني كاين مجموعه ديال المدارس، ولكن لعل اشهر المدارس المدرسه الوضعيه التي اسسها اوغست كونت وطورها ايميل دوركايم، التي تقول بانه يمكن تحقيق العلميه في علم الاجتماع كما نحققها في العلوم الحقه. ثم بعد نجت نظريه ديال التفهم اللي تحاول تفهم العلوم الانسانيه بحال علم الاجتماع بمنطق الفهم اللي منهم ديلتاي، ثم الالماني ماكس فيبر وغيرهم من العلماء الاجتماع الذين حاولوا ان يدرسوا الظواهر الاجتماعيه، ولكن مع مراعاه الذاتيه التي تميز خصوصية الإنسان من حرية وإرادة وغيرها. وكذلك كاين مداهج علمية أخرى تقدمت بزاف في علوم اجتماعية بحال مدرسة شيكاغو وغيرها من المدارس. طبعا أنا ماشي متخصص في علم الاجتماع، ولكن عموما حاول تقلبوا على أهم المدارس ديال علم الاجتماع، أعلام ديالها وأهم الكتب اللي كتبوها، لأن ممكن تجيب بعض الأسئلة كيسؤام على المبادئ ديال هاد النظريات في علم الاجتماع، مبادئ ديالها، النظرة ديالها للقضايا الاجتماعية، كيفاش تنظر العلمية ديالها في علم الاجتماع. يعني هذه الأمور هذه حاولوا طلاب يركزوا عليها. إضافة إلى الأنثروبولوجيا التي تحضر بقوة في مجال الفلسفة وخصوصا في تاريخ الفلسفة، عندما تكلم عن تاريخ الثقافة وعن تاريخ الحضارات اللي كانت قبل ما يظهر العلوم الاجتماعية وأهمية ديالها في تفسير الظواهر، وبحال مثل كلود ليفي ستراوس وغيره من الأنثروبولوجيين الذين حاولوا أن يدرسوا الثقافة ويدرسوا الحضارة منذ القدم وآليات تشكلها وتمظهرها. فنحاولوا نعرفوا شوية على مجال ديال الأنثروبولوجيا، مجالات ديالها المعرفية، وكذلك أهم القضايا التي تدرسوها الأنثروبولوجيا، لأن ممكن تجي بعض الأسئلة ذا علاقة بالموضوع حول كتب أو كتاب حول الأنثروبولوجيا أو أهم تصورات الكتاب حول الأنثروبولوجيا، بحال دابا كلود ليفي ستراوس ركزوا عليه بزاف لأنه غيحضر، لأن كيحتفل المقرر مجزوءة كاملة في الدورة الثانية من السنة ديال الجامعة المشترك اللي سميتها الطبيعة والثقافة، وأغلب النصوص اللي فيها نصوص ديال الأنثروبولوجيين وسوسيولوجيين في الكتاب المدرسي. إلى هنا غنكونوا سالينا 70% من تخصص اللي هي تاريخ الفلسفة ومباحثها، ودابا غتبقى لنا 10% اللي هي المجال الفرعي السادس والسابع دعامات وتطبيقات. المجال الفرعي السادس اللي هو مؤلفات فلسفية، هنا الطلبة خص الطلبة يديروا واحد الورقة ولا واحد لاليست ويحاولوا يشوفوا كل فيلسوف أهم الكتب اللي كتبها، على الأقل يعقلوا على بعض الفلاسفة خصوصا الفلاسفة المعاصرين، ويشوفوا النماذج اللي كانت السنوات الماضية وما يديروش بحالها، لأن كل مرة تجيبوا كتب جداد وتجيبوا كتب جديدة ما كانتش في النماذج السابقة. فهذه المسألة هذه راعيوها مزيان في الجانب ديال المؤلفات. ثم عندنا مجال الفرعي السابع اللي هو اللغات والترجمة، هنا يعني الطلبة يحاولوا يشوفوا مجموعة من المفاهيم الفلسفية المهمة ويعرفوا شنو هما المرادفات ديالها باللغة الفرنسية، وكذلك المرادفات ديال بعض المفاهيم المهمة في الفلسفة وتاريخ الفلسفة والمرادف ديالها من الفرنسية العربية، لأن ممكن تجي بعض الأسئلة في النظام كي سي ام بحال شنو هي هذه الكلمة مثلا بالفرنسية العربية شنو هو الدلالة ديالها أو العكس أو من العربية للفرنسية. إذن إلى هنا غنكون استوفينا النقاش ديالنا حول التوصيف ديال امتحان مادة الفلسفة. فقط بعض الملاحظات اللي عندي، أنه تم التركيز بزاف على تاريخ الفلسفة ومباحثها بمعنى المجال المعرفي تقريبا تشكل 70%، تبقى لنا 20% فيها بعض الأفكار اللي غتكون حول مبادئ التفكير الفلسفي وأهميته وأشكاله، وواحد 10% غتكون حول بعض المؤلفات وبعض الكتب الفلسفية، إضافة إلى بعض المصطلحات التي والمفاهيم التي سوف تترجم من الفرنسية إلى العربية أو من العربية للفرنسية. بالنسبة للائحة المراجع، من خلال الاطلاع ديالي على المراجع اللي كاينين هنايا، خصوصا المراجع باللغة العربية وكاين مراجع باللغة الفرنسية، ولكن الوقت ما تيسمحش أن الطلبة يقراوها. اللي نقدر أنا نركز أنكم تقراوه وهو كتاب ديال حكمة الغرب، راه كاين في المراجع حكمة الغرب ديال ترجمة فؤاد زكريا عالم المعرفة في جوج أجزاء، الجزء الأول والثاني، لأن كيلخص تاريخ الفلسفة كامل ويساعد الطلبة أنهم يطلعوا على بعض الأفكار اللي كاينين في تاريخ الفلسفة، إضافة إلى بعض أفكار ديال روني ديكارت، لأن كاين بزاف النصوص ديال روني ديكارت،
وإيمانويل كانت، وكذلك بعض المعاجم الفلسفية انطلعوا على بعض الأفكار وبعض المفاهيم. المشكلة هذا الشيء هو أن الوقت ما بقاش بزاف، فحاولوا غير نديروا إطلالة سريعة على كل محطة محطة تاريخ الفلسفة وأهم المفاهيم والأفكار اللي تطرحهم في هذه المحطة التاريخية. إلى هنا غنكون سيد التوصيف ديال امتحان مادة الفلسفة. هذه محاولة لتوصيف وشرح بعض المضامين الفكرية اللي وجدت في التوصيف هذا. إذا عندكم شي أسئلة ولا شي ملاحظات ولا شي إضافات خليونا في التعليقات، ونحن إن شاء الله ديك الساعات نقدم لكم إجابة. إذا عجبكم هذا المحتوى هذا بارتاجوه مع الأصدقاء باش تعمل فائدة للجميع، وتبارك الله عليكم وبالتوفيق والنجاح للجميع.